معانا على التليفون دكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ومنسق مبادرة صحتك ثروتك بالأقصر. مساء الخير وأهلا بيك يا فندم، وياريت تكلمنا بتفاصيل أكتر عن أهداف هذه الحملة، وليه تم اختيار الأقصر لتكون أول محافظة يتم إطلاق الحملة بها؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة ريهام، اتشرفت بحضرتك. أهلا أهلا يا فندم. قبل المشاهدين لحضرتك يا فندم. اتفضل. أهلا وسهلا. احنا اولا يعني تسمحي لي كده اقول لحضرتك، احنا دايما كل الحملات عندنا في الهيئه ليها اهداف عامه، وبعد كده هاخد حضرتك ونروح على الحمله بقى اللي هي النهارده الاهداف الخاصه ليها. اتفضل. اهدافنا العامه للحملات بناء مجتمع صحي. احنا اهداف التنميه المستدامه حضرتك عارفه 2030 تحت رعايه فخامه الرئيس، ان احنا لازم يبقى عندنا مجتمع صحي على أكمل وجه وبأفضل المعايير العالمية لهذا المجتمع، فصحة المواطن أولوية. فيبقى الهدف الاستراتيجي لينا في أي حملة لفحص مبكر أو كشف مبكر هي المواطن المصري، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا بنعتمد على حاجة اسمها الخريطة الصحية، ان احنا بنشوف عندنا ايه هي أكثر الأمراض انتشارا، وزي ما حضرتك عارفة احنا كان يعني المرأة لها نصيب الأسد في الحملات السابقة، فاحنا فكرنا المره دي ان احنا يعني نشوف ايه المرض اللي عند الرجال ونسبته كبيره، وفي نفس الوقت ممكن لو اكتشفناه بدري يساعدنا شويه ان احنا نقدر نحمي الرجال في السن بدايه الحمله بتاعتنا سن 40 سنه او اكثر، ان احنا لو اكتشفنا بدري هذا المرض امراض البروستاتا بصفه عامه وخاصه سرطان البروستاتا زي ما حضرتك تشرفتي وتكرمتي، فاحنا بدانا نشتغل على القصه دي. لقينا ان فعلا فحص البروستاتا عن طريق الدم دقته وكفاءته هتساعد كتير في ان احنا نقدر نشخص المرض ده بدري، وبالتالي نقدر نكمل رحله المريض. ممتاز. طيب آليات التوعية بهذه الحملة من أجل حث المواطنين على الذهاب للكشف عليهم يا دكتور؟ تمام، إحنا كان في عدة آليات. أول حاجة كانت صفحات الرسمية للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وطبعا بعض القنوات التلفزيونية طبعا زي عند حضرتك في البرنامج، واهتمامهم الشديد بصحة المواطن، وبعض برامج في الراديو. وكان بقى على الارض عندنا، عايز اقول لحضرتك يعني رجال الاقصر وسيداتها، حملات التوعيه كانت في الكنائس والمساجد والمتطوعين. احنا كان عندنا من امبارح واحنا بنعمل التدريبات عشان المتطوعين، مش عايز اقول لحضرتك اكتر من 300 متطوع في محافظه الاقصر مش عايزين اي حاجه غير خدمه اهل بلدهم، ودي كانت حاجه جميله جدا طبعا، بالاضافه الى كنائس والمساجد، توعية شديدة، الساحات الشعبية في الأقصر، حاجة كانت جميلة جدا، وتلاحم يا أستاذة ريهام هايل، يعني يدل فعلا على يعني بحمد ربنا على اختيارنا لمحافظة الأقصر إن احنا بدأنا بيها، وعي جميل جدا 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 من كل الناس هناك. عدد المستشفيات والأطقم الطبية المشاركة في الحملة دي قد إيه؟ وهل الحملة قاصرة على توقيع الكشف فقط ولا هي كمان بتمتد للعلاج يا دكتور محمد؟ تمام، نبدأ بالجزء الأولاني. إحنا عندنا سبع أماكن ثابتين: مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى حورس التخصصي، مركز طب أسرة الطود، مركز طب أسرة إسنا، مركز طب أسرة القرنة، ومركز طب أسرة أرمنت. دول الأماكن الثابتة، لأن إحنا عندنا أماكن يا أستاذ ريهام هيبقى فيها عربيات متنقلة وحملات طرق الأبواب، وهنروح لغاية القرى. وبالفعل بدأنا النهاردة كمان، عايز أقول لحضرتك إن إحنا بدأنا النهاردة أول حاجة رحنا بير الشايب، بعد قداس يوم الأحد النهاردة راحت عربية متحركة وكان فيها الفرق اللي بتقوم بالعملية الحملة، وكان في اقبال شديد جدا النهارده. وفي المساء بعد المغرب رحنا ساحه الشيخ المرتضى وكان فيها اقبال رهيب، وكان الناس عندهم وعي رهيب والتزام شديد بكل اجراءات الاحترازيه مع الاقبال الشديد على الحمله، ودي كانت حاجه جميله جدا. زي ما قلت لحضرتك النهارده الفرق اللي كانت معانا على الارض مع الفرق اللي موجوده معانا من المستشفيات والمراكز و
فرع الهيئه في مدينه الاقصر، حاجه جميله جدا جدا النهارده الصراحه. فاحنا دي الاماكن الثابته يا فندم، ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني، لا احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا الهدف الاستراتيجي الهيئه العامه للرعايه الصحيه صحه المواطن المصري، يعني كشف وعلاج. كشف وعلاج، ويعني عايز اقول لحضرتك احنا مش بس يعني الكشف هيبقى بس عن طريق الحمله كده، لا ده احنا كمان كل الذي سيثبت ان هو عنده تحليل ايجابي، التحليل احنا بنعمله في الحمله النهارده، هيتوجه الى عيادات المسالك، اقرب عياده مسالك ليه هيشوفه استشاري، لان احنا عندنا خدمه الاستشاري مفعله في كل منشاتنا، استشاري مسالك متخصص عشان يكمل معاه رحله باقي الكشف والعلاج. هل توقيع الكشف الطبي يعني هو قاصر ايضا فقط على المنتفعين بخدمات التامين الصحي الشامل في محافظه الاقصر، ولا ممكن الامر يمتد للمواطنين غير المسجلين في المنظومه الجديده بعد؟ سؤال جميل جدا استاذ الهام. هو طبعا حضرتك عارفه ان احنا المنظومه في بعض خدماتها بتقدم للمنتفعين فقط، ولكن احنا في كل الحملات الفحص المبكر والكشف المبكر احنا عندنا هدفنا زي ما قلت لحضرتك المواطن المصري، وده هدف القيادة السياسية، وبالتالي هو هدفنا في الهيئة العامة للرعاية الصحية ان احنا نبني صحة كل مواطن مصري. وبالتالي الحملة دي انا بدعو من خلال حضرتك، وطبعا يعني كم المشاهدات لحضرتك يعني كبير، بدعو من خلال حضرتك ان احنا كل رجال الاقصر المنتفع وغير المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل ان احنا يعني نتوجه للحملة، ومحدش يخاف ان هو لا انا مش منتفع فمش هروح، لا 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 خالص. جميع المواطنين المصريين لهم الحق في المشاركه في كل حملات الهيئه العامه للرعايه الصحيه، لان هو ده حقهم علينا، احنا بنخدم المواطن المصري منتفع وغير منتفع يا استاذ هيام. هل من المقرر انه يتم تنفيذ هذه الحمله في باقي المحافظات يا دكتور محمد؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا انا قلت يعني النهارده عايز اقول لحضرتك الاقبال كان شديد جدا، ان شاء الله احنا مكملين في الاقصر لحتى نهايه الاسبوع. نجاح هذه الحملة، احنا المخطط لينا ان احنا كنا ان شاء الله هنروح على محافظاتنا الاسماعيلية وبورسعيد، زي ما حضرتك عارفة اللي هم الثلاث محافظات اللي بدأ فيهم بالفعل منظومة التأمين الصحي الشامل. ان شاء الله بعد انتهاء هذه الحملة وخروج النتائج وتحليل كل البيانات والداتا اللي خارجة من الحملة، ان شاء الله بإذن الله هتبقى الخطوة القادمة ان احنا نتوجه على طول لأهلنا بورسعيد والاسماعيليه ان شاء الله. وطبعا هتبقوا معانا باذن الله وتغطوا الحمله كما احنا معتادين مع حضراتكم ان انتوا دايما معانا ومن اجل صحه المواطن. اكيد طبعا يا فندم، بالتاكيد. شكرا ليك دكتور محمد العقاد، مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بمستشفيات هيئه الرعايه الصحيه ومنسق مبادره صحتك ثروتك بالاقصر، شكرا ليك.